ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. في السؤال ده وصلني انه ازاي اتجنب الاخطاء الشائعه اللي بتحصل في الكروشيه التونسي زي التريكو. في التريكو بناخد غرزه بابره الكروشيه العاديه او بنقدر نلقط الغرزه بطريقه ما قبل ما تبوظ وتضيع لي الموضوع كله. في الكروشيه التونسي بقى يا ستي المساله مختلفه خالص. اخطائنا مثلا بتكون في طريقه الغرزه. يعني ايه؟ يعني غرزة زي غرزة النسيج. الاخطاء دايما اللي بتوصلني من الناس تحديدا كمان انه البعض منكم مثلا اخد الغرزتين اللي هما جانب بعض مش اللي هما بعد عن بعض، فكده حصل خطأ. خطأ تاني في الغرزة العدلة، في ان في ناس بتنسى ترتفع نهاية الصف في كل غرزة، يخلي القطعة بتاعتي فيها ميل وتناقص بشكل عام. اخطاء تانية بتوصلني برضو، وان هو ازاي اعالج الرول فيروحوا يعملوا غرز كتيرة والغرز اللي بيعملوها بتضيع الشكل العام. طيب في اخطاء تانية في الكروشيه التونسي لو موجودة اقدر اتجاوزها. في اخطاء في انه لو مثلا نسيت في الغرزة الكلية اهي قدامك، لو نسيت ودخلت في الغرزة اللي بعدها كده هتدي معايا فراغ ضخم. انا كده دلوقتي يعني شغالة وكأنها ما حصلش حاجة، طبعا مش هرتفع هنا كمان سلسلة وهسحب على طول. تمام، بالشكل ده وهرجع اشتغل عادي. ركزوا بقى معايا، شايفين هنا بنت كأنها مخرومة كده، فده يعني لو انتي لسه على الصف كده ولقيتي الحركة دي ارجعي شوية دول تاني هيكون افضل بكتير ليكي. لو حصل وانه ما نفعش ارجع للصف اللي انا فيه تاني وخلاص، يعني مشيت كذا صف كده لقدام وخلاص، يعني ياريت انه مرجعش وعايزة اتجاوز الخطأ اللي حصل، بكل بساطة تلاقي بالطريقة دي تمام، وتروحي على الغرزة من هنا اللي هو فين، اللي هو العمود ده. اوكي، تثبتي الخيط بتاعك فيه، تثبتيه بمعنى ان انت تربطيه زي ما انت شايفة كده، وترجعي بقى تدخلي في الغرزة وتعملي كده. وطبعا يفضل ان انت تكوني دامجه الخيط على اساس انه يديكي نفس شكل الغرزه زي ما انت شايفه كده، وهتروحي طالعه وطرف الخيط بشكل ما، خدي كده من تحت كانه خلاص الغرزة بتاعتك اتنسجت. شايفة؟ احنا نسينا غرزة بالفعل، بس ده اهو اللي حصل كده، احنا عالجنا الغرزة بتاعتنا. طبعا الحركة دي بتحصل سواء غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، غرزة صدفة، غرزة شبكة، يعني تقدري تتجوزي الموضوع. ولكن غرزة الصدفة شوية الاخطاء فيها بتكون مختلفة، فمش هتلاقي غرزة منك واقعة، هتلاقي ان انت عندك خطأ في العدد فلازم هتعيدي. طبعا عدم ارتفاع سلسلة بيخلي الغرز عاملة بالطريقة دي، ودي بنستخدمها لما نكون عايزين نعمل تناقص. ولكن لو حصل مثلا في صفين تلاتة هتلاقي عندك، هتلاقي الصف مش مستقيم كده، هتلاقي فيه انبعاج داخل لجوه كده. لو كوفية مش هتقدري تتجوزي الموضوع ده، ولو بلوفر احتمال يعني تقدري تشديها حبة بسيطة وتستخدمي يعني تشتغلي عادي. ولكن في الكوفيات صعب ان انتي تتجوزي خطأ زي ده. لو حصل مثلا وهو الصف اللي قبليه بالظبط فما فيش مشكله، هتدخلي عادي تمام، بحيث ان انت تفرقي الغرزه وتروحي تاخدي نهايه الصف بالشكل ده، وكده الصف معاكي استقام بشكل بسيط وقدرتي تعالجي الخطا. ولكن لو 3 4 اصفف ورا بعض وفيهم نفس الخطا، فانت لازم تفكي لحد ما توصلي للقطعه دي على اساس انه يطلع شغلك مظبوط، لانه هيطلع فيه انبعاج او حاجه داخله كده لجوه وحاجه طالعه لبره، فهتلاقي الاطراف من هنا مش نظيفه، فمش هتنفع تكون كوفيه معاكي. وحتى لو بلوفر الحته اللي هي دخلت دي
هتخلي عندك تناقص في البلوفر بتاعك، فمش هينفع ان انت مثلا تعمليه وتبقى مشدوده كده، يبقى فيه خطأ، وخطأ ظاهر جدا حتى في طريقه اللبس. اوكي. وكمان مره هقول لك حاجه، التريكو بيوجدوا حلول انه القط غرزه من غرزه، بسبب انه التريكو الابره نفسها مش بتتحرر من الخيط، وكل الغرز دي بتفضل في الهواء لحد ما اخلص. تمام. لكن احنا هنا في الكروشيه التونسي عندنا حريه ان احنا نشيل كده الابره خالص ونفك ونوصل للصف اللي احنا بنتكلم عليه. وبالطريقه دي اقدر اعالج الخطا بتاعي بان ارجع كام صف وخلاص على كده. فيفضل ان انت تعالجي الخطا بان انت تفكي الحته الصغيره دي وتعمليها. عالجنا الخطا في التابستري لما اخطات في اللون بتاع خروف العيد ده، وقلت لكم انا في الفيديو ساعتها ان انا اخطات، وعالجت معاكم الخطا بانه عملت التويستد بتاع الغرزه العدله بنفس اللون الاسود اللي انا اخترته في الباترون، وعملت بيه الغرزه بتاعتي وخلاص حسنت الخطا اللي انا عملته خلاص على كده. ولكن لو حصل وانه كان عندي اكتر من الخطأين او الاتنين غرزة دول، كنت لازم افك واوصل للخطأ ده وارجع اعيد من الاول تاني. فلازم تعرفوا الاول الخطأ ينفع يتعالج او لا، ولما يكون عندك انبعاجات كتيرة فلازم تفكي. في ناس كتير بتزعل مني في الموضوع ده، وفعليا فعليا بجد في بعض الغرز في الكروشيه التونسي ملهاش علاج غير ان انت تفكي وتظبطي الغرزة، زي غرزة الصدفة، زي غرزة النسيج، وغرز تانية انتم ما اخدتوهاش، ولكن التعديل بتاعها ان انت توصلي للصف اللي فيه الخطأ وترجعي تعديلي. كده اكون جاوبتك على سؤالك، ولو بسيط جدا تعديل الاخطاء مختلف من غرزة للتانية، زي التريكو بالظبط برضو مختلف من غرزة للتانية ازاي اعدل الخطأ او اوصل الغرز، فهو نفس النظام في الكروشيه التونسي. وبالنسبة للغرزة الكلية اديني وريتك ازاي تعالجي الاخطاء ولو بشكل بسيط، ولكن اخطاء الحواف صعب علاجها. لو لسه اول مره تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرميه، تريكو، وحتى الكروشيه العادي. اعملوا الفيديو لايك وشير لو حابين، وروحوا على التيك توك او الانستا او الفيسبوك لو حابين تتابعوني اكتر. مع السلامه، باي.